بعث الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي برقيه تهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بمناسبه الاحتفال بذكرى ثوره الثلاثين من يونيو وخلال برقيه التهنئه هنأ الفريق اول محمد زكي بكل مشاعر الفخر والاعزاز الرئيس السيسي بذكرى ثوره الثلاثين من يونيو المجيده التي قام بها جموع الشعب المصري العظيم لتصحيح مسار الوطن واعاده بناء حاضره ومستقبله في يوم خالد من ايام الكبرياء الوطني، واضاف وزير الدفاع ان الجيش المصري اكد بقياده الرئيس السيسي الحكيمه انحيازه الكامل لاراده الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، وتقدم رجاله الصفوف دفاعا عن قدسيه الوطن وسلامه اراضيه، ولم يقبلوا الا ما يحقق لمصر مصالحها القوميه العليا والحياه الكريمه لشعبها العظيم. واضاف الفريق اول محمد زكي انه مع الاحتفال بهذه المناسبه الوطنيه الخالده فان رجال القوات المسلحه يؤكدون للرئيس السيسي وفاءهم للمهام والمسؤوليات التي يحملون امانتها متمسكين بالمبادئ والقيم العريقه التي تحفظ للامه المصريه قوتها وتماسكها وشموخ ارادتها الوطنيه كما بعث الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه ببرقيه تهنئه مماثله للرئيس السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بهذه المناسبه